الله تبارك الرحمن مبارك عليك الشهر تقبل طاحتك نادية الفريج أم محمد والله العظيم أيام حلوة التغينا قبل الأزمة بجميع الفرق التطوعية والفعاليات والندوات والمحاضرات أنت موجودة لك بصمة اليوم استغربت شفتك معانا بمركز المسلم الاجتماعية تحت عائلة الشيخ انتصار تحت مظلة الاتحاد العربي التضامن الاجتماعي شنو اليوم شعورك وأنت مشاركة في العمل التطوعي والإنساني مو غريب عليك من زمان أنت بالعمل التطوعي الإنساني ولكن اليوم شفتك بالصدفة أبي تكلمين عن شعورك اليوم مساعدة ونقوم في توزيع اليوم السحور من يعني الحين الوجبات احنا في مدرسة القوانية الحين وان شاء الله قاعد نحضر الوجبات عشان نوزعهم 27 رمضان 20/5 اليوم ام محمد انا بتطرق عن غير الموضوع هذا بس سؤال بالامانة بكل صراحة بعد ما باذن الله تنتهي الازمة شنو شعورك بعد ما تنتهي الازمة إن شاء الله يا رب الله يسهل يفرجها إن شاء الله على الجميع على الدول المسلمة والمسلمة وشنو بتسوين؟ الحمد لله نطلعون مستانس يعني تخيلي أنت يعني نمشي على النظام إيه تخيلي فجأة اليوم مثلا بالليل أو أي يوم يقولك باكر ينتهي الحظر ما في والحالات صفر وتشافى العالم كلها بإذن الله إن شاء الله شنو شعورك الإنسان؟ والله أكيد راح نستانس بهالشعور أنا صدق عدنا في البيت وماشيين على الأوامر والحمد لله وإحنا الحين إن شاء الله الله يفرجها على الجميع دعواتنا دعوات أهل الكويت وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة دعواتك أم محمد أنتم البركة وأنتم الله قدوة ونفتخر فيكم مثل أمهاتنا وخواتنا الكبار دائما تشجعونا وتحفزونا في العمل الإنساني التطوعي مو غريبة عليك عسى الله يحفظ الكويت ويحفظكم إن شاء الله وشوفتك اليوم من أبرك الساعات والله العظيم وأنا اليوم بالنسبة لي هذا عيدي اليوم والله العظيم قل لي عيدي كم بقى يا بعد رأس عسى الله يحفظك عسى الله يحفظك يا محمد يا بعد رأس